ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبة ماينكرافت يا شباب. طبعا مع اخويا حمد، طبعا يعني انا اللي تحت وحمد اللي فوق. يعني بصوا يا جماعة، انا ده وحمد ده. يلا بقى، كل حاجة كده. يلا بقى، عايز تتضرب بالسيف؟ شكلك عايز تتضرب كمان مرة بالسيف. انت اللي اديني كل حاجتك. النزرايت كمان، بس اني باخد الخروف. خروف خروف خروف. طب خروف انا ما ياخد. ايه المشكلة؟ واحنا يا عم نسينا مكان بيتنا ولا ايه؟ البيت اللي كان فوق ولا ايه؟ كان فوق. ممكن كان فوق ولا مش عارف. واحنا كنا عاملين بيت. كنا عاملين بيت يا عم. كنا عاملين بيت يا عم، مش فاكر؟ اما ما انا عملت لك سرير احمر. طب يلا يلا. اوعى اوعى شفت مكان يا نوبة. درامي؟ لا راح في البيت يا جماعة، راح في البيت بنا الحبيب. بحاول اكل، اتكلم ومش عارف ده. خلاص بضرب معاك يا عم. انا هجيب ده والله ما عارف ايه. والله في ضرور كده عندي مش شغال. حمزة، بص يا حمزة، معاك خشب معاك خشب معاك هجيب لك. كبل تاني للأسف. مش عارفين يا جماعة كده حاجة سرية. ولا عارف اقعد كرافت حمزة. قلت لك كرافتنج. الدور عندي مش شغال للأسف. والله خلاص حطيت الكرافت. بص اعمل ايه؟ اعمل سرير يلا. كتاب تعالي لي تعالي لي. اصبر بس.
ما يهمنيش اللي يهمني لحنا ننام ننام اضطر ننام على السرير ده وهننام عليه يعني هننام عليه يا عم ما عندناش سرير تاني ننام جيب سريرك انت روح جيب اللي طلع سريرك هات لما اعمل لك سرير يلا بتاعتك التلاتة تلاتة من مش عامل لك سنين اعمل انت الدفزك اديني ده كده ايه؟ ماشي
الاثنين اهو بيقول دوس على الاثنين والله جميل. دي تعمل حاجه واحده مش كده نعمل طريقة قوية دي طريقة دي هذا بسيطة اضطر تجيب نسخن أكل أقولك أو بتعمل ده نجيب سرير طبعا أنا مع فرخ حبيبي يا فرخ لا ما ينفعش لازم الفحم هو اللي تحت الفحم هو اللي تحت ده فين هو البيت بتاعك انت الواحد يا عم انا عايز اجي لك عارف يا عم انا جعان اعمل ايه بس يلا بتي اكل هنا كل كم حاجات لوحدي قوي 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 يلا بقى بقى الجامعة انت معاك كام فحم مين معي اكتر معي ترتي بتوعي يا عم انت يا جدع لازم ياخدهم انا ما عنديش فحم شو معنى انت عندك فحم عملت حاجه جميله يعني عشان تاخد طب ما تسيبني اخد الفحم ده ضيع انت عندك كتير هقتلك هقتلك لا لا انا عندي هنا قلب واحد قلب واحد طيب خد 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 لا انا عندي كراف جوه لا انت عندك كراف لا عارفة اعمل اربعة منها عن كرسي لو انا عايزة اقعد واو الفراخ بتوع اللي ضاع عامل ولد صغير سامي الولد والله ما انا مصدق نفسي احنا القديم خالص لا والله لا شوفوا حاجة دي استنى شوفوا
البلوك دي، شوف البلوك. نحط هنا بلوك، البلوك بلوك البلوك بتاع اللي انت كنت بتقولي ان هي نفس حاجه. يا اوبسيديون، اوبسيديون كنت فاكرها بلوك اوف كولد. شايفه معايا ايه؟ ده انا معايا حاجات كتيره وانا قاعد في كرسي. وانا برافو عليك، نار. عايز تضرب بالنار؟ طب انت فين اصلا؟ مش عارف، بس انا عندي ذهب. طلع خد، انت بعيد قوي. بعيد يلا بقى، عاد بقى فيديو يخلص. ايه يا عم، احنا هناخد الكلام ده خلاص بقى. طيب تعالوا فيديو خلص، حتى مش على سبسكرايب على الفيديوهات على اللعبه كان مش هشوفك مش هشوفك مش هشوفك مش هشوفك انت صور بوظتي.